ده إيراد امبارح. الله ينور يا حلمي. امسك دول يا صاحبي. ايه دول؟ خيرك سابق؟ خير يا ابني انت؟ وانا بجب عليك؟ ده حقك. شيل. ماشي ماشي يا عم رحيم. اهم حاجة اللي اتفقنا عليه في المركب يتعمل. انا عايز المركب دي تجيب ضعف الإيراد اللي كانت بتجيبه. ما تقلقش. كله هيحصل في الميعاد بالظبط. وخد دول كمان حطهم في حسابك عشان تصرف لهم على التجهيزات. لا مش هينفع. هو اللي مش هينفع؟ صدقني مش هينفع. انا عايزك تخرجني بره المشوار ده خالص. اقول لك حطهم باسمي شبه اخوك. يا ابني انت انا لو حصل لي اي حاجه تانيه هيتحجز على فلوسي وفلوس اخواتي. ما انت عارف. ان شاء الله مش هيحصل حاجه يا رحيم. صدقني كده اريح لي واريح لك. على راحتك. ادخل. رحيم بيه، في حد بيقول اني محتاجه في موضوع بره. حد؟ خليه يدخل. تحت امرك. اتفضل. انت مين؟ انا مرسالة رحيم بيه، واللي بعتني ليك بعت لك معايا الهديه دي. وده ايه بقى ان شاء الله؟ ده لمؤاخذه المفتاح بتاع العربيه اللي مركونه قدام المركب. وليه ولمؤاخذه يعني؟ انا اسف يا باشا. انت تبع مين يا ابن انت؟ الحاجه هدايا. تشكر يا زوق. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ الحاجة هدايا، ده المركب نورت. نورت بأصحابها. وحشتني يا رحيم. وحشتني يا رحيم. لو كنت وحشك بصحيح كنت سألت عليا وما تقوليش انك ما كنتيش عارفة اني خرجت. لا كنت عارفة، وعجبتني قوي الطريقة اللي انت رجعت بيها اخوك. بالمناسبة هدية خروجي اتأخرت قوي. ما هو مش معقول اجيب لك عربية ب 2 مليون جنيه وانت قاعد في شقة مش عارف تدفع ايجار. طول عمري وانا بموت في صراحتك. ما انا ما عنديش حاجة اخاف منها، وبعدين قلت ادي لك فرصة ترتب فيها اوراقك. عاوزاني في شغل طبعا. هو احنا في ايه بينا غير الشغل؟ اه بس الكلام ده بقى كان زمان. وبعدين انت جاي تتكلمي معايا كاننا كنا لسه مع بعض امبارح. مش يمكن اقول لك ان انا مش عايز اشتغل والهديه بتاعتك تبقى راحت على الفاضي؟ انت من مصلحتك انك انت ترجع الشغل. صحيح انت رجعت المركب والقصر، بس لسه واقف على ارض من ازاز. تبقى اسفلت امتى؟ لما الدنيا كلها تعرف انك رجعت تشتغل معايا، وانك انت تعرف تجيب اللي انا مش عارفه ارجعه. طب ممكن بقى نكمل كلامنا واحنا بناكل سوا؟ ينفع.
في حاجة غريبة حصلت يا فندم وكان لازم أبلغ سيادتك. حاجة إيه يا خالد؟ كنت مع سيادة العميد أحمد وجاله تليفون من أغرب شخص ممكن يكلمه. من رحيم. تعرفش اتكلموا فيه؟ حاولت أقف أسمع المكالمة بس هو قال لي اتفضل. خفت ألاحظ حاجة اتحركت. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ معرفش يا فندم. بس هو في حاجة غريبة تانية حصلت. تاني يوم على طول ظهرت براءة الداليا. واللي كان متابع الموضوع ده هو سيادة العميد شخصيا. تقصد تقول يعني ان رايحين كلموا داله دليل براءة الداليا وان هما الاتنين اتفقوا سوا؟ هو انا ما اقدرش اقول كده يا فندم، بس هي ملهاش تفسير تاني. هو رايحين فعلا ممكن يفكر التفكير ده عشان يثبت براءة الداليا، خصوصا بعد اللي حصل لها في الحجز ومحاولة قتلها. بس انا مستغرب له احمد ازاي ما قوليش على حاجه مهمه زي دي. هو ده يا فندم اللي قلقني، خصوصا ان انا طلبت ان انا اروح معاه وهو رفض. اسمع، انا عاوزك تراقب تليفونات احمد كويس جدا، اي حاجه جديده تبلغني بيها فورا. سامع؟ اوامر معاليك. ما لسه بدري، ما بتردش على التليفون ليه يا هشام؟ ايه الصوت ده؟ احنا الصبح. الصبح يبقى واطي. احنا الصبح. احنا بقينا يا حبيبي الظهر. وبعدين هقول تليفونه فصل. ما عندكش بقى يا حبيبي رقمي كده تكلمني بدل ما الكلبه اللي مستنياك في البيت دي؟ ما بحفظش ارقام. كلم ابوك. كلم رحيم. اي حد فينا المهم اطمنا عليك. سقطت يا بسمة، أصل حوارات المركب كتير، بقعد بقى أتكلم مع ده ولاغي في دي، قصدي ألاغي في ده، ولازم أطمن على كل حاجة في المركب قبل ما أروح. أنت عينك الحمرا دي هشام من شغل المركب يعني والسهر وكده صح؟ ولا في حاجة تانية؟ فكك مني يا بسمة، أنا عايز أطلع أنام. وأوعي أوعي تصحيني إلا بعد المغرب. ماشي يا هشام، هتلف يا حبيبي وترجع لي تاني، بس انا هعمل مصدقك المره دي. براحتك. ما طبعا براحتي. امال براحت امك. خش سينما بالليل. ماشي. جوني ديب نزل فيلم ديب. ايه بقى ايه؟ مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ازيك يا ايه؟ تعدي كده من غير ما بتسلمي. في ايه؟ معلش ما خدتش بالي. اوعدك المره الجايه بعوضها لك. اه النبي لحسن، انا بتاثر قوي من الحاجات دي. تعالى يا حبيبي اتاثر هنا. ماله ده؟ في ايه شمالك؟ الموضوع مش مستاهل يعني. خلاص يا عم يلا اطلع. ما انت عينك فنجلت دلوقتي كده وفتحت، مش كنت طالع تنام بقالك ساعه؟ طالع يا اختي طالع. ازيك يا حلمي؟ يا رحيم. عملت ايه مع هداية؟ عايزين نرجع نشتغل معاها تاني. في السلاح برضو؟ الحكومة شمت خبر وصفت العلم مهربين بتوعها في الصحر. وعايزانا بقى نرجع الحاجة من الحرز ولا ايه؟ البضاعة اختفت، محدش عارف يعطر فيها. دي مش عايزانا احنا بقى، ده عايزة حقاوي. بتقول العربية اختفت هي والبضاعة وسط الصحراء، محدش عارف راحت فين. عسوا عليها كتير ليكون حد اتصرف في البضاعة ولا الهوى. امال هي بعتت لي عربيه جيب هديه ليه؟ ايوه ايوه ايوه، عشان البضاعه تاهت في الصحراء وليا ايه؟ مخططه لكل حاجه. انا بقى بحب اشتغل مع الوليه دي، شغلها دايما في المضمون. مضمون ايه يا عم؟ ما هي قلت منها ايه؟ المهم انت قلت لها ايه؟ هندخلها سلاح؟ مش لما الليل اول؟ ادخل. عظمته عظمته يا كبير، منور نهر النيل. عليا النعمه، النيل منسوب وعيلي من ساعه ما رجعت له يا عم. هو انت كل ما تشوفني تعمل لك شبوره يا شبوره؟ يا عم سيب الراجل يعبر عن فيضانه. ده اقل حاجه ممكن اعملها لك عظمته. بحبك يا عم رحيم، بحبك.
ايوه بس يا شبوره الحب ده بدا يخنقني. انا كنت عايزك في حوار كده يا شبوره. حوار هدايه؟ هدايه ايه؟ وده حمل هدايه ده. خليك معايا بس ركز معايا. عايزك تعسلي على اتنين وتجيب لي اخبارهم زي ما عملت كده في موضوع عزت منصور. هبعت لك اساميهم في رساله على الموبايل. بس بقول لك ايه؟ عايزك تعمل كده من غير ما حد يحس بيك. امان؟ امان الامان. تأمرني بحاجه تاني؟ لا اسحب انت. مسيلي على حالك. سلام عليكم. سلام يا عم حلمي. مين دول اللي انت عايز تعس عليهم؟ دول اتنين كده كانوا بيشتغلوا مع عزت. شغلش بالك انت، خلينا في حوار هدايا. هتسافر معايا؟ ودي عايزه سؤال؟ اكيد طبعا. يا سامي. وده عايز ايه ده؟ طيب هعدي عليك بالليل. كان عايزك في ايه بقى سنيله ده؟ بيقول لي جمال اخو امينه كان عايز يقابلني مش عارف ليه. امينه تاني يا رحيم؟ هو احنا مش كنا خلصنا خلاص من سيره الزفته دي؟ يا سيدي خلينا نشوف. بالليل انا بفهم كل حاجه. اتفضل. خير يا ريس؟ كنت عاوزني. بص يا خالد، عندي فكره كده عايزك تمشي وراها. اوامر ما عليك. عايزك تجمع لي كل مديرين وموظفين البنوك اللي اتحقق معاهم بعد 25 يناير قضية تهريب او غسيل اموال. اتحبسوا، خدوا براءه، اترفدوا. اعمل لي حصر بكل اساميهم. طيب دي سهله جدا يا فندم، يعني تقريبا كل الملفات دي جاهزه. حلو. تجيب لي كل واحد بقى اسمه او اسم ابوه او حتى لو كان اسمه جده عزت تجيبه عندي. انت قصدي سيادتك حد منهم يعني يكون كلم امينه مش كده؟ بس برضه اللي انا عارفه من سيادتك يعني ان رحيم عمره في حياته ما شغل حد من رجالته في موضوع غسيل الاموال ده. حتى حلمي العجاتي اللي هو صاحب عمره ما يعرفش اي حاجه عن الشغلانه دي. هدينا بنضبش يا خالد. يمكن تفتح معانا سكه جديده. تحلل لنا قتل امينه. او تساعدنا في قضيه تهريب الاموال اللي احنا شغالين فيها. والله يا فندم عندك حق برضه. هو يبقى خيط يعني نمشي وراه. حاجه تانية يا ريس؟ عايزك تجمع لي المعلومات دي باقصى سرعه. وتكون عندي بكره بالكتير. تمام يا فندم. بعد اذن حضرتك. اتفضل يا باشا.